دلوقتي مع حضراتكم هنقابل الدكتور محمد فتحي سالم رئيس مركز الزراعة الحيوية في جامعة السادات. احنا النهاردة بقينا دولة عندنا قانون للزراعة الحيوية وصدرت لائحته التنفيذية. تعالوا نعرف رأي واحد من أهم خبراء الزراعة الحيوية في مصر. خليكم معنا. كل يوم في قوانين جديدة بيوافق عليها مجلس النواب الموقر وبيبدأ تفعيلها بمجرد الإعلان عن لائحتها التنفيذية، ولكن من أهم القوانين بلا جدال قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية اللي حدد في الأساس مفهوم الإنتاج العضوي وشروط منتجاته اللي مطلوبة في السوق المحلي وكل أسواق العالم. دلوقتي تعالوا نناقش قانون الزراعة العضوية مع الدكتور محمد فتحي سالم رئيس مركز الزراعة الحيوية بجامعة السادات، لأن أخيراً بقى في مظلة لكل الجدعان اللي بيشتغلوا بنظم الزراعة الحيوية سواء في مدخلات الزراعة والزراعة نفسها ومروراً بالتسميد والمكافحة للأفات الزراعية وانتهاءً بالتداول للمنتجات. مش هنسى دكتور كلام حضرتك لينا على مدى حلقات برنامج الجدعان، إحنا لو زرعنا 1,000,000 فدان زراعة عضوية العائد بتاعهم 36 مليار دولار. فدان المزروع بالطماطم العضوية بيدخل لصاحبه 1,000,000 جنيه. أرقام يا دكتور خلتنا نحلم بهذا القانون وبقى واقع، مردوده ايه علينا؟ السؤال بتاع حضرتك حلو جدا، لان انا بنادي بدا من زمان ان لو مصر امتلك 1,000,000 فدان زراعة عضوية العائد منهم على الحكومة المصرية أو على العملة الصعبة في مصر 36 مليار دولار. واستكمالا لسؤالك لما قلت لي قول لي ازاي فدان طماطم يجيب 1,000,000 جنيه في مصر، 1,000,000 جنيه دي يا أستاذ غانم ما يوازي 60,000 دولار، ده طماطم رو ماتيريال يا أستاذ غانم. طب لو أنا صنعت، احنا عندنا معادلة في مصر هنا وده القانون نص عليها برضو، ان لو استخدمت 6 كيلو طماطم ل 8 كيلو طماطم عشان اصنعها صلصه، ودي اصناف معينه في مصر للصلصه بس، قيمه الطماطم تزيد 400% انفستمنت، قيمه مضافه اكتر. يعني كل ما اصنع متوسط 8 كيلو طماطم واداني كيلو صلصه، ال 8 كيلو دول كان ثمنهم 16 يورو، ثمنهم مره واحده بقت ما توازي 48 يورو. والحاجات دي بالاسعار دي ليها زبون في العالم بيفضلها، العالم كله يفضلها ويجري ورا مصر. خد بالك حضرتك لما اقول لحضرتك على حاجه، مش احنا اللي نقول كده، الاوروبيين بيقولوا علينا كده. حضرتك بتقول احنا مصر مسجل فيها حوالي 200,000 فدان زراعات عضويه، لو قلنا 1,000,000 فدان العائد 36 مليار دولار، طب هل ال 200,000 دول عملوا 5 مليار دولار؟ 200,000 دول نباتات طبيعيه عطريه؟ لا، ان ال 200,000 دول زراعات متفرقه على مستوى مصر، مش مفهومش صناعات قايمه، يعني كلها بتصدر رو ماتيريال واغلبها نباتات طبيه وعطريه وبصل وتوم. نحقق ده ازاي؟ دي نقطه. هل القانون الاول يكفل التحول لهذه المساحات؟ انا بحيي وزاره الزراعه ممثل في الاداره العامه للزراعه العضويه اللي وزيرها المفروض يشكلها، وجهاز الهيئه القوميه لسلامه الغذاء بقياده الدكتور حسين منصور، مع اني بعتب عليهم ان كان لابد مشاكل بعض اساتذه الجامعات اللي شغالين في المجال ده من 20-30 سنه. بس نرجع تاني لبيت القصيد وانا بكلمك على دي، القانون تناول حاجات كتير جدا في الزراعه، بس تناول معاها انتاج حيواني، انتاج دجني، انتاج سمكي، طحالب بحريه، مناحل. فالمفروض القانون كبير جدا، حلو جدا. انا بقى اللي كنت كان المفروض بناشد بقى من وزاره الزراعه والهيئه القوميه لسلامه الغذاء نعمل جلسات تعريفيه. المفروض القانون ده ايه؟ شامل ثلاث حاجات يا استاذ غانم، شامل دراسات فنيه، شامل دراسات علميه، دراسات عمليه. اقول لحضرتك مثال، المصانع اللي هتصنع المنتجات الحيويه لها اشتراطات، لازم نقعد مع بتوع المصانع التصنيع الغذائي، انت عشان تنتج منتج زراعي حيوي تعمل ايه؟ انت راجل بتجفف بصل، بتجفف توم، تعمل ايه؟ ايه التشريعات؟ نعلمهم ونقف جنبهم لان دي قيمه مضافه لمصر. طيب مزارع انتاج الدجني اللي عايز ينتج دواجن عضوي، القانون يقول ان احنا من 70-78 يوم. ومين يا دكتور يقدر يتحمل يقعد 70 يوم يغذي قطعان دواجن؟ ده صعب جدا. صعب جدا، لان هو افترض في القانون ده اللي بقول لحضرتك عليه كان محتاج مناقشه كبيره جدا من اساتذه الجامعات وناس يكون ايديهم في الموضوع. بمعنى انا عشان اعمل مزرعه دواجن اقعد اربي فيها 70-78 يوم عشان الطائر يوصل لمتوسط 2 كيلو هو المستهدف، زي ما حضرتك قلت كده ممكن يكون ده خراب بيوت. بس هل ممكن نعمل مودل فارم
اوبن اريا اوبن فيلد، يعني دواجن تتغذى اورجانيك وتديني معامل تحويل في اقل من كده ممكن. ده اللي كنت بقولك عليك، برضه عايزين في دي دراسات وناس تقول رايها العلمي وبدراسات مستفيضه علميه بمعامل تحويل. الثانيه جزء كبير جدا برضه من القانون ده اللي بحيي القائمين عليه اما جم يفرضوه. طيب انا وانا جاي اصنع كائنات ضد حيوي، افترض ان انا عندي في مصر كائنات ضد حيوي ناجحه جدا، هل مسموح لي باب الاستيراد من بره بكائنات عند في اوروبا وفي امريكا وفي اليابان كان دي نافع عندهم؟ ايه مصيرها عندنا؟ لازم نعمل حاجه اسمها بايو سيفتي ريسك اسيسمنت، يعني اعمل رصد بيئي للافات دي عندي في مصر. يعني ايه رصد بيئي؟ ممكن تكون الافه دي نافعه في بلدها في موطنها لكن هنا لا، ولما انقلها هنا تبقى افه مضره جدا للزراعه عندي. في حالات مماثله في استراليا تم استيراد حاجات من اوروبا دمرت الزراعات في استراليا، حاجات موجوده وبتدرس تكست بوك للطلبه عندنا في الجامعه. فانا جاي استورد افه لازم اعمل ريسك اسيسمنت للافه دي، مخاطر الافه دي وانتشارها في البيئه المصريه. هل احنا عندنا كائنات تضاد حيوي محليه مسجله موجودة في مصر تكفي احتياجاتنا؟ موجوده يا فندم، موجوده 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 وفعاله جدا. احكي حضرتك على مثال كبير قوي. افترض انا عندي مثلا مرض اسمه عفن الجذور في اسوان بيصيب المانجا في اسوان، درجه حراره التربه في اسوان تتعدى ال 40 45 على 8 شهور، درجه حراره التربه لما جن المانجا في الاسماعيليه تربه مختلفه ونفس المسبب المرضي مع اقلامته في الاسماعيليه، اما جا قوم حي في الاسماعيليه غير مقام، يعني المانجا لو مملوك المانجا في مصر الاسماعيليه لو نفس المرض اصاب المانجا في الاسماعيليه كان تضاد حيوي تاني لانه له انفايرومنت تاني، له بيئه تانيه مختلفه. وانا جاي اعمل ده اللي بكلم حضرتك عليه بقى. انا زي ما احكي لك كده ان المفروض الشركات المصريه اللي هتشتغل في مجال الزراعه الحيويه هتسجل نفسها في الاداره العامه للزراعه العضويه وتدلي بدلوها وتسجل منتجات فعاله مصريه وبتنتج في مصر عشان يبقى لها الافضليه ان هي دي اللي متاقلمه على البيئه المصريه. في معلومه مهمه جدا، الاتحاد الاوروبي قرر حظر استيراد اي منتجات زراعيه عضويه من اي دوله ما عندهاش قانون للزراعه العضويه، بيضمن وجود منتج زراعي امن وبيحافظ على صحه الانسان من المخاطر اللي بتسببها المبيدات والاسمده، وبالتالي القانون المصري للزراعه العضويه ولائحته التنفيذيه ممكن يكونوا احد اهم اسباب زياده صادراتنا الزراعيه لدول الاتحاد الاوروبي. ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ اتفضل. حضرتك احد الخبراء المرموقين في الزراعه الحيويه في مصر. ليه يا دكتور ما تتبناش من خلال جامعه السادات عمل دليل ارشادي بالكائنات المصريه التي تصلح ككائنات تضاد حيوي للزراعه او عمل مركبات حيويه؟ فكره حلوه. انا برتب ان احنا نعمل في اول شهر 11 اللي جاي ورك شوب محترم قوي، والورك شوب ده بدعوا ورشة خبراء عمل. ورشه عمل بدعوا فيه خبراء من مصر كلها من كل الجامعات المصريه، كله يدلي بدلوه بحيث ان نطلع بتوصيات تفيد صانع القرار في مصر وتبقى اضافه لقانون الزراعه الحيويه. نقطة برضه تانية، ودي أنا مصر إن أنت حضرتك تزعها، كان لنا عالم مرموق جدا رحمة الله عليه اسمه الدكتور توفيق حافظ، ده كان أحد علماء الزراعة العضوية في مصر وكان ابن مركز عز زراعي وابن معهد الأمراض رحمة الله عليه. يعني أنا كان نفسي القانون ده يصدر والدكتور توفيق عايش. الراجل ده كان دمش الخلق جدا من ناس مراكز التنوير المشعة في الزراعة العضوية ونشر الزراعة العضوية في ربوع العالم العربي. فبرضه ده انا بعتبر دي يعني كان المفروض القائمين على القانون يدوله يعني زي صفحه بريف كده، ان الراجل ده بذل مجهود كبير قوي. عندنا دكتور شركات مصريه كبيره جدا دخلت في انتاج المركبات الحيويه، وزي ما قلت حضرتك احنا بنصدر كمان المفترسات او كائنات الضاد الحيوي للعديد من دول العالم. هل تم دعوه الشركات عشان نفهم منهم ازاي ممكن يساعدونا في تطبيق القانون او اللائحه بتاعته؟ لا للاسف لا خالص. لا، الشركات المفروض المهتمه بالزراعه الحيويه ولا ترخيص تصنيع أسمدة ومخصبات حيوية ومبيدات حيوية أشوف أنها لم يتم دعوتها في أثناء مناقشة القانون. ما أنا بقول لحضرتك كل الستيك هولدرز. طب بعد صدور القانون واللائحة تعالوا نقعد بقى عشان نشوف إزاي هنطبق. المفروض نعمل كده. المفروض نعمل كده إن كل الناس الحريصة على الزراعة الحيوية في مصر يقعدوا في راوند تيبل في ترابيزة واحدة ويناقشوا كل المميزات بتاعة القانون وبعض الديفكتس ممكن تتعدل. أضع حضرتك مثال على المناحل مثلا، ان احنا عشان ننتج ملكات عضويه عشان يبقى اصل العسل اللي طالع منها بتغذيه عضويه
احنا لازم نأهل الشركات واصحاب المناحل ازاي ننتج عسل نحل عضوي. فود نعمل ايه يا استاذ غانم؟ نعمل ندوه للمناحل بس النحل بس. نغذي ازاي؟ نربي ملكات ازاي؟ براويز العسل دي نعملها، براويز الخليه نعملها ازاي؟ الشمع العضوي نجيبه منين؟ ارجع معاك لموضوع الانتاج الحيواني. انا عشان انتج لحم اورجانيك، يعني لحم حمراء اورجانيك، لازم الحيوان ده يتغذى على علف 12 شهر. طيب الارض اللي هننتجها علف اورجانيك، عشان ننتجها علف اورجانيك تترخص سنتين. طب بنعمل قانون حلو جدا، نيجي نقول الارض دي احل فيها متبقيات المبيدات لقيتها زيرو، ارخصها من بكره، فيها استثناء زي ما الاوروبيين عاملين. الاوروبيين عاملين ايه؟ يعني قصدي يا استاذ غانم، انا عايز اساعد المواطن المصري في التحول، بنسميها اورجانيك موفمنت، حركه من تقليد العضوي او بشكل سريع، بشكل سريع عشان ينتج، عشان حركه تكسب. طب اسالك سؤال، عندنا عوده كده من كل حاجه عضويه بتبقى غاليه جدا، بتبقى معموله اقول لك ايه للناس النيش، يعني اللي هو الزبون اللي يقدر يدفع 50 جنيه في كيلو اللبن. طب والمواطن المصري ده 90% من المصريين ما يقدرش يدفع الكلام ده. انت تشوف يا استاذ غانم ان انا خلال سنتين ثلاثه مع بعض، انا وانت، انا واحد عندي حلم، احنا كسرنا حاجز الانتاج من الزراعه الحيويه ومستعد، ولكن هل كل الناس بتنتج كده؟ يا فندم بنعلم الناس كده. ادي حضرتك مثال بسيط، المركبات الحيويه تقدر فعلا تنتج بالكثافه دي اللي حضرتك بتنتجها؟ ايوه غانم، ايوه عن طريق المركبات حضرتك بتعملها. ايوه فندم، انا واقف حياتي من الناس، بننشر ده في مصر كلها، من اسوان لاسيوط لاسكندريه لوادي النطرون خطاط بلسيوة لسينا، نحاول نعلم الناس كده حق المواطن المصري او الغنم ياكل اكل اورجانيك امن طبعا بسعر اقتصادي. سؤال يا دكتور، عندنا ما يقرب من 50 ل 60 مركب المفروض انها جاهزه للتسجيل ضمن اللائحه التنفيذيه لقانون الزراعة العضويه، هل ممكن تنشط قطاعات صناعه المواد العضويه او مركبات العضويه طبعاً داخل مصر؟ طبعا طبعا، اشوف ان برضو احنا عانينا كتير كرور جين تكنولوجي، ان احنا نطلع تصريح من هيئه التنميه الصناعيه ان يكون عندنا مصنع لانتاج المخصبات الحيويه. عانينا كتير قوي وعملنا جلسه استماع، بس في الاخر كان في ناس علمين محترمين قوي في وزاره الصناعه من خلال هيئه التنميه الصناعيه سمحوا ان احنا في الاخر ننتج مبيدات حيويه اسمده حيويه. فشوف ان القطاع ده قدامها هيكبر، بس لازم يتعمل اويرنس كامبين، يعني لازم يتعمل جلسات توعيه للناس او للمستثمرين في المناطق الصناعيه ازاي ننتج الاسمده الحيويه والمبيدات الحيويه دي، مش اسمده عضويه يا استاذ غانم. الناس عندها في مصر يعني اسمد عضوي جاي من روس او مخلفات حيوانيه او مخلفات زراعيه، بقول لحضرتك سمات حيوي كائنات حيه دقيقه بعينها معرفه وراثيا وغير معدله وراثيا. خلي دي اول حاجه نوضحها. ولكن في المجمل بقى عندنا الحمد لله قانون الزراعه العضويه، وبقى عندنا لائحه تنفيذيه نقدر نطبقها ونعدلها. ايوه، لان أيوة عندنا مجلس شعب او مجلس نواب قوي جدا وقادر على استيعاب اي تعديلات لضبط هذا القانون. مهم قوي، وبرده حاجه انا بناشد فيها كل الجامعات يا استاذ غانم لصالح البلد، والله لصالح البلد، احنا عندنا كليه زراعه عضويه جامعه خاصه. انا بناشد الجامعات الحكوميه في مصر لازم يكون عندنا يا استاذ غانم من باب استشراف المستقبل، ان يبقى عندي كليات زراعه عضويه جوه الجامعات الحكوميه المصريه، وتستقبل ولاد الفلاحين وتستقبل ولاد الطبقه المتوسطه في مصر، ويبقى نقدر عندنا، ما اقول لحضرتك ان عندنا 6.5 7 مليون فدان في الدلتا محتاجين مهندسين زراعين زراعه عضويه. انا بنشط الرئيس يا استاذ غانم، ونفسي تذيع المقطع ده على لساننا، انا مناشده مني لسياده الرئيس، يا سياده الرئيس، دول العالم كلها تمتلك مقومات لاصلاح اقتصادها، دول الخليج تمتلك النفط او تمتلك البترول، احنا دوله مش نفطيه، بس مصر تمتلك سلاح الزراعه اللي دخل يا استاذ غانم في نهايه الحلقه بصر حضرتك تاني، لو مصر تمتلك مليون فدان اورجانيك سيرتيفايد، مليون فدان مسجلين زراعه عضويه، مصر تدخل عمله صعبه 36 مليار دولار قد دخل قناه السويس 6 مرات. اخيرا تعالوا نقترح فكره، الزراعات العضويه ليها مكانتها سواء في السوق المحلي او العالمي، طيب ليه ما نحددش مناطق كامله محظور فيها الزراعه باي مركبات كيماويه؟ يعني مثلا نجرب في 100 فدان زراعه عضويه كامله ونتوسع فيها في حاله نجاحها، كره كامله تبقى زراعتها اورجانيك، اكيد الفوائد هتبقى عظيمه جدا.